دخلنا بقى على الدايجستيف سيستم، ولازم حضرتك تعرف الاستراكشر بتاع الدايجستيف سيستم بشكل اساسي، لان بعد كده هنبتدي ناخد الستيجز بتاع الدايجستيف سيستم ونشوف كل السيستم ده نقسمه لحتت صغيره ونشوف كل جزء من الحتت دي الدايجيشن بيحصل فيه ازاي. زي ما انت شايف ادي جسم الانسان، ادي الدايجستيف سيستم بتاع حضرتك. ونبتدي ان انا عندي ماوث، الماوث ده جواه تانك، وعندي سليفري جلاندز، والجلاندز هي اورجانز بتسكريت هرمونز، والسليفري جلاندز من اسمها جلاندز اللي بتسكريت السلايفا اللي هو لعاب حضرتك، اللعاب اللي في بق حضرتك ده بيفرز من السليفري جلاندز. والسليفري جلاندز عباره عن ثلاث حتت زي ما انت شايف، جزء بيبقى ناحيه الودان، جزء تحت اللسان او تحت الفك، وبعدين عندك حته اسمها الفارينكس. الفارينكس هو الجزء الصغير ده، الجزء الصغير اللي قبل الاسوفيجس، لان الفارينكس خلي بالك بتتقسم لشقين، شق اسوفيجس وشق ليه علاقه بالريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي اللي هو التراكيه. لان هنا شايف الجزء المعوج ده، ده الجزء ده ايبيجلوتس، هو حضرتك لما بتاكل وبتتنفس في نفس الوقت، لان هم خلي بالك هم ماسورتين، ماسوره اسوفيجس دي الماسوره اللي هي الاسوفيجس اللي بتعدي الاكل هنا عشان يخش بقى على معدتك ونشوف الحفله اللي تحت، وهنا في ماسوره ثانيه، الماسوره الثانيه دي بتوديك على فين؟ بتوديك على اللنجز، توديك اصلا على اللنجز بتاعت حضرتك. فحضرتك بتاكل وتتنفس في نفس الوقت، هو نفس النوز، هنا في نوز بتعدي في نفس الحته عند الفارينكس، بدل ما تكمل في اسوفاجس بتخش تراكيه. ايه اللي بيتحكم في انك لما تتنفس وتاكل في نفس الوقت ما يحصلش لبس، والاكل بدل ما يعدي في الاسوفاجس يعدي على التراكيه يخش على رئه حضرتك، وكل سنه وانت طيب بالشفاء، نشوفك في التربه ان شاء الله. سبحان من خلقنا، سبحان الله عز وجل، ان يبقى فيه زي غطاء اسمه ايبيجلوتس، الجزء المتفخم اللي عند حضرتك ده، الجزء ده بيعمل ريفلكسيف اكشن، ان لما حضرتك بتيجي تبلع الاكل هو بيقفل التراكيه، مجرد ما الاكل يعدي الاسوفيجس يبتدي يفتح الايبيجلوتس عشان حضرتك تقدر تتنفس بمنتهى السهوله. يبقى هو بيحس كده بالبردي بالاكل، اول ما الاكل يخش الفارينكس الايبيجلوتس يقفل التراكيه، يقفل التراكيه الاكل يعدي الاسوفيجس وبعدين يرجع يفتح التراكيه. حضرتك بتتنفس مش بتاكل، الاسوفاجس مقفوله التراكيه مفتوحه عشان حضرتك تاخد الهواء بتاع حضرتك. عشان كده لما بتشرق بيجي من هنا، انك بتاكل بسرعه وبتتكلم، تاكل بسرعه وبتتكلم، فالابيجلوتس شغال عمال على بطال يا باشا، لما هلكته وكفرته فاذا هو تعب، فلما تعب حصل ايه؟ حصل ليكج، يعني في حاجه تسربت من الاكل، في رزايه، حبه رزايه بدل ما تخش في الاسوفاجس راحت داخله في التراكيه، فحضرتك تفضل تكح 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 لحد ما تطلعها. فسبحان من خلقنا برضو، التراكيه اللي هي الجزء بتاع الهواء، الماسوره اللي بتعدي الهواء فيها زي شعيرات عامله كده، فحبايه الرز دي من كحه حضرتك الشعيرات تفضل تتنطف وتفضل تطلع حبايه الرز دي لحد ما ترجعها للاسوفيجس تاني، فانت تفضل تكح 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 لحد ما سبحان الله حبايه الرز دي ترجع في الاسوفيجس في مكانها الطبيعي عشان تخش الاستومك بتاعت حضرتك. فده كده كان الجزء اللي فوق، تانج، ماوث، سليفري جلاندز، فارينكس، اسوفيجس، عشان نبتدي نخش بقى على الليفر والجاي بلادر والبنكرياس والاستومك والسبون انتست واللارج انتست. بقول لك ايه؟ ما تفكك من الكلام ده وتعالى نشوف الكلام ده 3 دي، نشوف بقى كل التفاصيل دي، يلا بينا. بص كده معايا، ده ايه؟ ده جسم حضرتك، وده مين؟ الدايجستيف سيستم. طب تعالى ناخد الدايجستيف سيستم جزء جزء، الجزء مثلا اللي احنا لسه شايفينه ده من شويه. واحده واحده. عندك هنا دي تيث، السنان بتاعت حضرتك، وجوه هنا في اللسان اللي هو التنج، ادي التنج اهو. طيب وبعدين عندك السليفري جلاندز اهي، 3 بيرز، ادي واحد اتنين، ادي التالت بتاعنا، دول كده مين؟ السليفري جلاندز، ماشي. طب وعندك ايه تاني؟ الجزء ده كده اهو، ده الفارينكس اللي احنا كنا بنقول عليها، وبعدين الجزء ده كده هو الاسوفيجس،
طب تعالى نمسح الكلام ده ونشوفهم مكتوبين قدام حضرتك عشان يبقى الموضوع بسيط. باراتويد جلاند، سب لينجوال جلاند، سب مانديبولر جلاند، كل دول كده السليفري جلاندز، بس دول اسامي الثلاث قطع حضرتك مش عليهم، يعني الثلاث اجزاء بتوع السليفري جلاندز دي اساميهم. ماشي يا عم، ادي التيف والتنج اهو التنج، ادي الفارينكس اللي احنا كنا بنقول عليها، وادي الاسوفجس الماسوره بتاعه الاكل. طب تعالى بقى نتعمق شويه ونخش تحت بعد الاسوفجس. بعد الاسوفجس عندي ايه؟ ادي الاسوفجس اهي، تنزل تحت توصلنا للجزء اللي تحت. مين الجزء اللي تحت؟ عندك الاستومك، عندك الديافرام او الحجاب الحاجز. طيب الاسوفجس صبت فين؟ في الاستومك. طب والاستومك عندك الديودينم، الديودينم ده اول السمول انتستين، الحته اللي لفه من عند الاستومك بدايه السمول انتستين هي الديودينم. تخش على الديودينم تبدا تخش على السمول انتستين، كل الجزء ده هو السمول انتستين. والكولون او اللارج انتستين، الجزء الكبير اللي قدام حضرتك ده الكولون او الايه اللارج انتستين. يبقى انا عندي استومك دخلت اول جزء من السمول انتستين بنقول عليه ديودينم، وبعدين عندي السمول انتستين كلها اهي، وبعدين عندي الجزء ده اللارج انتستين. زي ما انت شايف السمول انتستين قدام حضرتك هي لفائف صغيره كتيره جدا كده في الجزء ده، وحواليها اللارج انتستين. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. في الجزء بتاع الاستومك عندك شويه حاجات لفه كمان مع بعض زي ما انت شايف كده بالمنظر ده بالظبط. عندك الليفر، يعني بص شايف الديافرام حجاب الحاجز، الليفر تحتيه على طول، ثم بينهم في نصهم الجال بلادر اهي. بص فين الجال بلادر دي والاستومك اهي، يعني الاستومك اهي، الليفر اهو، الجال بلادر اهي، فاضل لنا مين؟ البنكرياس اهو. بص البنكرياس فين، اظن الامر واضح. انت كده دلوقتي عارف احشاء جسم حضرتك عامله ازاي ومتوزعه ازاي، وازاي اصلا ربنا سبحان الله مرصصهم بالشكل ده. لو تاخد بالك بص الديودينم فين اهي، الديودينم اهي. اصل احنا لما هنبتدي ناخد ان في جوسز بتطلع من الليفر وبتطلع من السمول انتستين وبتطلع من البنكرياس كلهم بيصبوا في الديودينم، فالاستومك هي جايه من الاسوفجس وبدايتها الديودينم، فالجوسز بتاعت الاستومك بتيجي عند الديودينم، وبرده الجوسز بتاعت الليفر والبنكرياس برده بيصبوا عند الديودينم زي ما انت شايف كده. ففي هنا دكتس عند البنكرياس، مواسير بتصب الجوسز بتاعتها على الاكل اللي وصل للديودينم. ليه؟ لان الديودينم دي بدايه السمول انتستين، بدايه الجزء بتاع السمول انتستين اللي هنكمل فيه الدايجيشن بالكامل. الدايجيشن هيبتدي من فوق خالص من الماوث، من واحنا في الماوث هنعمل دايجيشن، وبعدين نخش على الاسوفجس شغالين دايجيشن بس ما بنخلص. دخلنا الاستومك برضو هنعمل دايجيشن، الاستومك تبتدي تودي الاكل اللي جواها للديودينم، وعند الديودينم اللي هو بدايه السمول انتستين عايزين بقى نفنش الدايجيشن بالكامل، نبتدي نكسر كل الحاجات اللي احنا دخلناها لجسمنا، نبتدي نكسرها بقى جوه السمول انتستين عشان نبتدي نعمل ابزوربشن برضه في السمول انتستين، لان بعدها يحصل الاليمينيشن. فاكر نتخلص بقى من الفود ويست في الكولون واللي هي اللارج انتستين. فسبحان الله الجوسز بتاعت الليفر والبنكرياس عندهم دكتس بتصب الجوسز دي على الديودينم. ليه؟ لان ده المكان اللي استقبل الاكل من الاستومك، وده المكان اللي بدايته انا هبتدي تفنيشه الدايجشن، هبتدي اكسر كل الكومبلكسز اللي دخلت لي من كربوهيدراتس وبروتينز وليبيدز او فاتس، اكسرها للسمبل فورم او المونومرز بتاعتها. فهنا انا لازم استقبل كل الجوسز اللي انا محتاجها، وكل الانزيمز اللي تفنش عمليه الدايجشن هاخدها في الديودينم. طيب تعالى نكمل. بعد الجزء ده نبتدي ناخد اللارج انتستين زي ما انت شايف، خفينا السمول انتستين، ادي اللارج انتستين برضو فكك من الليبلز، الليبلز دي تفصيليه عن اللي على حضرتك. ونهايه اللارج انتستين عندك الريكتم، وفي اخر الريكتم في الانس، وهنا حضرتك ده اللي خرج الاكل بره، مش الاكل بقى، الفود ريميننج ويستس، الحاجات المتبقيه من عمليه الدايجيشن اللي بنقول عليها ويستس، هتبدا تعدي في اللارج انتستين ثم الريكتم ثم الانس لبره جسم الانسان.
واخيرا البيريتونيوم ممبرين. البيريتونيوم ممبرين هو الغشاء اللي بيحافظ على الدايجستيف سيستم بالكامل، الاورجانز بتاع الدايجستيف سيستم بالكامل زي ما انت شايف كده. بص انا كده نخليه يلف، بص سبحان الله مغلف ازاي كل الاورجانز بتاعه الدايجستيف سيستم اهو. بيريتونيوم ممبرين هو ممبرين بيحافظ على كل الاورجانز بتاعه الدايجستيف سيستم، وبيسكريت فلويدز عشان تخلي الدايجستيف سيستم اورجانز مفيش بينهم فريكشن فورس عالي، لان زي ما انت شايف الاورجانز بص لازقه ازاي في بعض هنا مثلا في الجزء ده، ايه اللي يخلي الحاجات دي ما يبقاش فيها مفيش بينها فريكشن فورس فيصعب العمليه او الشغل بتاعهم؟ البيريتونيوم ممبرين سكريت فلويدز تعمل لوبريكيشن او تعمل زي تشحيم كده والدنيا تتظبط بين الاورجنز وبعضها عشان كل اورجن يشوف الفانكشن بتاعته على اعلى وجه. فده كده يا باشا الدايجستيف سيستم بتاع حضرتك من اول الماوث لحد الانس خالص وخرجنا بره جسم الانسان. طب تعالى نرجع للداتا بتاعتنا ونكمل على الرسمه برضو عشان حضرتك تبقى ثبتت معلوماتك. الدايجستيف سيستم بيكون من ادي الماوث، عندك الماوث بتاعك، عندك تونج، طبعا في الماوث في تيث هنشوفها دلوقتي، عندك الجزء بتاع الفارينكس، سليفري جلانز، عرفنا ان هي عباره عن ثلاث حتت هم سوا كده عباره عن سليفري جلانز، وبعدين عندك الاسوفاجس، نزلنا تحت عندك الاستومك اهي، وبعدين عندك الجزء ده هو الكبد الليفر، وبعدين عندك بينهم الجال بلادر، الجال بلادر اللي هي المراره بتاعت حلمنا، فقعت لك مرارتي وانت فقعت لي مرارتك، وبص كلنا فقعنا مراره بعض، دي المراره اللي احنا بنقول عليها الجال بلادر، حويصره اللي انت شايفها دي، ده الجزء اللي مليان العصور الصفريه اللي بنقول عليها المراره. وبعدين عندك الديودينم، دي بدايه نهايه الاستومك وبدايه السمول انتستين، ادي السمول انتستين عباره عن حاجات لفه في بعض بشكل كبير، وبعدين عندك اللارج انتستين اهي اللي من بره، وطبعا في النص الجزء ده كده هو البنكرياس اهو، الجزء ده كده هو البنكرياس اللي انت شايفه ده اهو، ده البنكرياس، اللارج انتستين لفه، وبعدين الريكتم ثم الانس لبره جسم الانسان. ويبقى ده كده الاستراكشر اوف الدايجستيف سيستم بتاع اي كائن حي خلقه ربنا يطلق عليه الانسان، ده الدايجستيف سيستم بتاع حضرتك. طب تعالى بقى نشوف ونقسم الدايجستيف سيستم بتاع الانسان لشقين اساسيين كبار، حاجه اسمها الدايجستيف كانال وحاجه اسمها الاكسسوري جلاندز. الدايجستيف كانال احنا خلاص خدنا الاستراكشر العام بتاع الدايجستيف سيستم، تعالى بقى نجمع شويه اورجنز سوا ونقول عليهم نديهم اسم دايجستيف كانال، ونجمع شويه حاجات سوا نقول عليها اكسسوري جلاندز. طيب من الاسم كده كانال يعني مواسير، يعني الاورجنز اللي هنعدي عليها كلها هي في نفس الحته في نفس النفق سوا. طب تعالى نشوف ماوث فارينكس اسوفجس ستومك كل ده على نفس اللاين، بعدين نزلت سمول انتستين لارج انتستين انس، بص كده ماوث فارينكس اسوفجس نزلت ستومك سمول انتستين لارج انتستين انس، يعني لو تاخد بالك الفود عدى من فوق نازل لحد بره جسم الانسان، فعشان كده اطلقنا عليها الدايجستيف كانال او القناه الهضميه، ماوث فارينكس اسوفجس ستومك سمول انتستين لارج انتستين انس. يبقى دي كده الاورجنز بتاعت الدايجستيف سيستم اللي موجوده فين؟ في الدايجستيف كانال. ليه؟ لان هنبتدي ناخد بقى كل حاجه من دي بالتفصيل ونشوف جواها بيحصل الدايجشن للاكل ازاي. تاني حاجه معانا هي الاكسسوري جلاندز، ومن اسمهم هي حاجات ثانويه اكسسوري، زي ايه؟ زي السليفري جلاندز، كان عباره عن ثلاث حتت، واحده ورا الودان اثنين تحت اللسان، وكانت بتسكريت السلايفا، وكان عندك الليفر الكبد، وبعدين البنكرياس، كل دي حاجات جلانس، واحنا اتفقنا ان كلمة جلانس معناها غدة، والغدة هي حاجة بتفرز هرمونز او جوسس بتساعد الاورجنز دي ان هي تعمل عملية الدايجيشن. احنا اتفقنا خلاص ان حضرتك عمال تاكل، والاكل اللي انت بتاخده ده ما هو الا كومبلكس اورجانيك موليكولز، يعني الكربوهيدراتس هي سلسلة كبيرة جدا من الشوجرز، حاجة معقدة، فلازم عشان مثلا الماوث يبتدي يشتغل في عملية الدايجيشن بتاعة الكربوهيدراتس مش هيقدر يشتغل لوحده، لازم يبقى معاه السليفري جلاندز تسكريت السلايفا تساعد الماوث انه يعمل دايجيشن
لجزء من الكربوهيدرات، لان خلي بالك الكربوهيدرات مش بتعمل لها كلها ديجيشن في الماوث، وهنعرف ده بالتفصيل قدام. يبقى الاكسسوري جلانس هي جلانس السليفري جلانس ليفر والبنكرياس اللي بتساعد الاورجنز اللي فوق دي ان هي تبتدي تشتغل في عمليه الديجيشن وتكسر الكومبلكس اورجانيك موليكولز ترجعها تاني، الله يفتح عليك، للمونومرز الصغيره بتاعه التكوين. طيب بعد ما عرفت الاستراكشر بتاع الديجست سيستم، تعال بقى نشوف الستيجز اصلا بتاعه الديجست سيستم او اوف ديجيشن بقى بشكل عام. لو عايز اقسم مراحل الهضم في جسم الانسان ممكن اقسمه لثلاث مراحل رئيسيه، وكل مرحله تتناول شويه اورجنز من اللي احنا اتكلمنا عليها في الديجستيف كانال معاها اكسسوري جلاند. يعني ايه؟ يعني انت عندك ثلاث انواع او ثلاث مراحل للديجيشن. اول حاجه الباكل ديجيشن، وكلمه باكل معناها فم. خلاص انا فهمت يا مستر، مش محتاج تقول لي. يعني اي حاجه او اي هضم لاي مركبات كبيره هنعرف هي ايه، مش مهم نعرف دلوقتي، بتحصل في الماوث هنقول عليها بوكال ديجيشن. ماشي. طب تاني حاجه مستر، اكيد هنتعمق بقى شويه في الديجستيف سيستم، احنا كنا فوق عند الماوث، هناخد بقى شويه ننزل تحت شويه. مظبوط. تاني حاجه هناخدها هي الجاستريك ديجيشن. وجاستريك هي جاستريك جوس، وده جوس موجود في الاستومك. يعني هنا هنبدا نتكلم عن الاستومك. خلاص تعمقنا فعلا، نزلنا من الماوث رحنا للاستومك، وندرس هنا الديجيشن في الاستومك بيحصل ازاي، وبعدين نتعمق اكتر واكتر فنبتدي ناخد الانتستينال ديجيشن. لو تفتكر كويس واحنا فاتحين الرسمه بتاعه الديجستيف سيستم، قلنا ان احنا الهضم عمليه معقده وشغال على مراحل، وبنوصل عند الانتستينال ديجيشن او عند الانتستين. ولو تفتكر حته كده بدايه السمول انتستين قلنا عليها اسمها ديودينم. الجزء ده جزء مهم جدا في عمليه الديجيشن. ليه؟ لان خلاص الجسم بيبقى زهق منك ومن اللي انت اكلته. ليه؟ عايز يخلص بقى، عمال شغال طول السكه من اول الماوث اسوفاجس ستومك، يجي في الاستومك بقى خلاص ما فاضلوش غير السمول انتستين، عايز يفنش عمليه الهضم بالكامل. فاكتريه الجوسز اللي احنا هندرسها هي اصلا موجوده عند الانتستينال ديجيشن. ليه؟ لان ده المكان اللي انا عايز اخلص فيه عمليه الهضم. خلاص عايز اكسر الكربوهيدراتس ارجعها مونوسكرايدز، عايز اكسر البروتينز ارجعها ببتايدز صغيره، عايز اكسر الفاتس ارجعها فاتس اصغر واصغر واصغر عشان الجسم يستفيد منها. احنا كل ده بنعمله ليه؟ عشان حضرتك تستفيد من الاكل، تستفيد من الديجيشن اللي احنا بنشتغل. طيب تعال بقى نشوف اول حاجه معانا هي الباكل ديجيشن. الباكل ديجيشن احنا قلنا دي حاجه بتحصل في الماوث. طيب اول حاجه في الماوث عندك هي التيث، والتيث مقسمه للشكل الاتي. شويه السنان اللي قدام عند سعادتك دول بنقول عليهم انسيزورز، وانسيزورز معناها قواطع. ماشي، عشان يبقى الموضوع سهل عليك. بعد الانسيزورز عندك الناب، والناب اسمه كناين. يبقى انسيزورز قواطع، الناب كناين. وبعدين ورا الناب عندك اول درسين، وبعدين درسين تانيين او درس زي ما انت بقى شوف طلع لك العقل ولا لا. فعندك بري مولرز بعدهم وراهم مولر. يبقى تركيب سنانك عامل ازاي؟ عندك انسيزرز دي حاجه بتقطع الاكل، حضرتك لما بتيجي تاكل اي حاجه غالبا اول حاجه بتستخدمها عشان تقطع الاكل ده هي الانسيزرز، الا بقى لو حضرتك بتاكل بدروسك ده موضوع تاني. وبعدين الكناينز الناب، ليه؟ عشان لو بتاكل لحمه او فراخ وعايز تعمل تيرنج للاكل هتستخدم الكناينز. وبعدين البري مولرز والمولرز عشان تعمل بقى طحن للاكل جريندنج. بص بقى المصطلحات اللي احنا قلنا عليها، قلنا عند الكناينز تيرنج، وقلنا عن البري مولرز والمولرز جريندنج. فاكر اول حاجه شرحناها خالص قلنا ايه؟ قلنا ان عندنا في الدايجيشن حاجه اسمها ميكانيكال دايجيشن. فاكر قلنا ان الميكانيكال دايجيشن ده مش بيتدخل فيه اي كيميكالز خالص، وبما ان احنا هنا بنتكلم عن الدايجيشن فانت خلاص عارف ان الكيميكالز دي هي الانزيمز. التيث ما بتشتغلش كيميكالز خالص، يعني كل الديجيشن اللي بتعمله ميكانيكا، واظن انت عارف ليه دلوقتي. هي السنان، سنان حضرتك دي عملت دخلت اي انزيمز في الموضوع؟
هل في اي جوسز طلعت لحد الان عن طريق التيث خلت حضرتك تهضم الاكل؟ لا، ده انت قطعت بس الاكل بالانسيزرز، وبعدين عملت تيرينج بالكناينز، وبعدين اشتغلت جريندنج بالبري مولرز والمولرز، فانت بس حولته ايه لحاجه مكوره كده، انما لسه ما هضمتش حاجه. انت بس دلوقتي ايه زي ما تكون ايه بتحضر للكيكه اللي هتطبخها، فاسنانك حضرت الشغل ليه؟ عشان يجي بقى بعد كده السليفري جلانس. السليفري جلانس بعد ما حضرتك عملت جريندنج اخر مرحله للاكل، تبتدي السليفري جلانس تطلع السلايفا، والسلايفا يبتدي يشوف شغل. يبقى تلخيص الكلام، التيث عندك انسيزرز قواطع، عندك كناينز بتعمل تيرينج، عندك بري مولرز والمولرز بتعمل جريندنج للاكل، وبعدين تبتدي السليفري جلانس تطلع السلايفا. طيب السليفري جلانس بتبتدي تطلع ايه؟ تطلع الجوس اللي اسمه سلايفا. السلايفا ده ممكن نقول عليه اسم تاني اسمه بيتيالين. السلايفا هتبتدي تشتغل على اول حاجه في الدايجيشن ان هي تكسر الكربوهيدرات. والكربوهيدرات عشان تتكسر لازم نحولها لشوجرز. والشوجرز في منه انواع، انت عارف من اولى ثانوي ممكن يبقى شوجر عنده اكتر من مركب، يعني ممكن يبقى شوجر مكون من وحدتين سكر فنقول عليه دايساكرايد، او وحده سكر فنقول عليه مونوساكرايد، كويس؟ وممكن يبقى كومبلكس يعني اكتر من اثنين. فالشوجر الكربوهيدرات ما هي الا شوجر، وانا اصلا عايز اكسر الكلام ده لحته صغيره. عارف لما واحنا صغيرين، او ممكن تجرب انت الموضوع ده في البيت، هات رغيف عيش فينو واقطع حته حطها جوه بقك وافضل، مش عايزك تمضغ الاكل، مش عايزك تمضغ العيش الفينو، عايزك تفضل تمص فيه. وانت بتمص كده هتستخدم السلايفا، السلايفا تبدا تنزل على العيش الفينو، فالعيش الفينو كربوهيدراتس هيبتدي يتحول لسكر. السكر بتاع حضرتك ده هو ايه؟ هو شغل السلايفا او البيتيالين على الكربوهيدراتس عشان يخليها شكر. يبقى لو حضرتك شوف اسم بيتيالين ما تتخضش، ليه؟ ده الاسم اللاتيني لسلايفا. حلو قوي. طيب قبل ما نكمل كلام على السلايفا خليني ارجع واتكلم عن التونج. التونج موضوع بسيط جدا، هو الاورجان اوف تيست. ده الحاجه اللي حضرتك بتتذوق بيها الاكل. طب وايه كمان؟ بيعمل ميكسنج. بيعمل ميكسنج لايه؟ بيعمل ميكسنج للاكل اللي عملت له جريندنج باسنان حضرتك، وبعدين يمكسه بالسلايفا اللي طلعت من السليفري جلانز دي بالكامل. تعالى بقى نلخص شغل البيتيالين او السلايفا في معادله. طيب تعالى كده نمسح الكلام ده عشان حضرتك تشوف. بص يا سيدي، حضرتك اكلت وجبه كامله، سندوتش برجر عباره عن عيش ولحمه وخس وطماطم وكل حاجه، دخل الماوث، دخل الماوث انا مش هقدر اهضم اللحمه لسه، انا لسه في مرحله العيش، لسه في مرحله الاستارش. خد بالك بقى ان اي دايجيشن هنعمله لاي كومبلكس كومباوند لازم يكون معاه ميه، خلاص هو ده اساسي، الوسط بتاع الرياكشن عشان نعمل دايجيشن هو الميه. فانا عندي الاستارش مع الميه، يبتدي الاميليز انزيم اللي هو ايه؟ اللي هو السلايفا او البيتيالين. اميليز انزيم بيشتغل في ويك الكالاين ميديوم. فاكر لما اتكلمنا عن الانزيمز قلنا ان البي اتش ليفل بيؤثر على الاكتيفيتي بتاعت الانزيم، فمعنى كده ان الاميليز انزيم، خليك عارف كويس، بيشتغل في الويك الكالاين ميديوم، يكسر الستارش يدوني الايه؟ يدوني مالتوز شوجر اللي هو دايساكرايد. دايساكرايد يعني وحدتين سكر. يبقى ما كسرهوش، احنا اتفقنا ان عشان نوصل للكومبليت دايجيشن لازم يبقى مونو ساكرايد، يبقى سكر واحد بس كده. انا لسه ما وصلتش لمونو ساكرايد. مستر انا فهمت انت ليه قلت لي ان الجسم بيتعب فبيوصل لحد الانتستينال دايجيشن عشان يفنش عمليه الدايجيشن، لانه ما خلصش يا صديقي العزيز، هو ما خلصش اصلا. هو بدا في الماوث اهو، بدا يكسر الستارش، بص حوله لك ايه؟ لمالتوز شوجر. عشان كده حضرتك لما خدت العيش الفينو حسيته بسكر، السكر ده اللي هو المالتوز. بس المالتوز كده لسه ما وصلتش لنهايه الدايجيشن، انا بس خليته دايساكرايد بدل ستارش كومبلكس، خليته دايساكرايد. عظيم. يبقى احنا كده خدنا في الباكل دايجيشن، خدنا ايه؟ خدنا التيث، دخلنا جوه الماوث، خدنا التيث، خدنا التنج، خدنا السليفري جلانس. طب نطلع بره الماوث نخش فين؟ نخش على الفارينكس. الفارينكس قلت لحضرتك ده المكان اللي منقسم لتو تيوبس. قلت لك اول واحده اسمها اوسوفيجس، واسوفيجس هي الماسوره اللي هتعدي الاكل.
وفي ماسوره تانية اسمها تراكيه. تراكيه ده المكان اللي هيعدي فيه الهواء اللي بيصنف تحت الريسبيراتوري سيستم. يبقى الفارينكس منقسمه لشقين، شق الاسوفجس وشق التراكيه. التراكيه حضرتك مش هتاخدها لان هي في الريسبيراتوري سيستم، احنا هنا النهارده بنتكلم على الدايجستيف سيستم بس. يبقى الاسوفجس هي المكان اللي هيعدي الاكل. طب الاسوفجس دي بتشتغل دايجيشن ازاي؟ اولا الاسوفجس زي ما حضرتك شايف في صورتها اهي، نهايتها الاستومك، طولها 25 سنتي، عباره عن ماسوره من الماسلز. وخلي بالك ما دام احنا بنتكلم عن ماسلز يعني هي بروتينز. الاسوفجس عندها فينومينا مشهوره جدا وهي سيريس اوف ريلاكسيشن اند كونتراكشن. يعني ايه؟ بص زي ما انت شايف كده، في سهم احمر لجوه، سهم ازرق لبره. بيقول لحضرتك ان الاسوفجس بتعمل برضه ميكانيكال دايجيشن، بتعمله عن طريق فانكشن اسمها البريستاليس. ايه البريستاليسز دي؟ هي سيريس اوف كونتراكشنز اند ريلاكسيشنز، كونتراكشنز اند ريلاكسيشن. يعني ايه اللي بيحصل؟ هي حرفيا بترقص مع الاكل عشان تبتدي تكوره. فلما تكوره يخش على الاستومك في كوره اكل واحده اسمها بولس. شايف فود بولس دي؟ اللي بيوصل فود بولس هي كلمه، هي الفينومينا بتاعه الاسوفاجس اللي اسمها بريستاليس. الاسوفاجس بتفضل ترقص، تعمل كونتراكشن، تضغط على الاكل جامد، وبعدين تبتدي تعمل ريلاكسيشن، كونتراكشنز ريلاكسيشن، كونتراكشنز ريلاكسيشنز. الحركات المتكرره من الكونتراكشنز والريلاكسيشنز دي بنلخصهم كده سوا في اسم البريستاليسيس. طب ده ليه؟ عشان اعمل ميكانيكال دايجيشن واحول الكتله الاكل اللي داخله جريندد باي التيث بس، احولها لفود بولز. الشكل اللي قدام حضرتك ده كوره اكل بس تخش الاستومك، يترمى عليها بقى كل الجوسز وتبتدي توصل. خلي بالك الفود بولز اللي نازله في الاسوفجس دي، احنا لو سندوتش برجر فنازل العيش اللي هو اتحول لملتوز خلاص، ده اللي اتعمل له جزء من الدايجيشن فين؟ في الماوث. وداخل بقى في الاسوفجس باقي كل الحاجه معاه، الخس والبرجر والطماطم والبصل وكل حاجه داخله اتحولت لفود بولس فين؟ في الاسوفجس. وطبعا عشان العمليه دي تحصل بسلاسه زي ما انت شايف كده في الصوره الثانيه توضيحيه اكتر لعمليه البريستاليسيس، فالانترنال لايننج لاير اصلا بتاع الاسوفجس بيسكريت ماده اسمها ميوكس، مادة لزجة تساعد عملية الكونتراكشنز والريلاكسيشنز دي ان هي تعدي الاكل اسرع. الفود بولس ده عشان يتزحلق في الاسوفجس فلازم يكون في ميوكس يسهل عملية الانتقال الفود بولس من اول الاسوفجس خلال ال 25 سنتي لحد ما توصل للاستومك. فسبحان الله الانترنال لاير بتاع الاسوفجس بيسكريت ميوكس لاير عشان يساعد الفود بولس ان هي تتحرك لحد ما توصل لاول الاستومك. اول ما توصل لاول الاستومك تبتدي تاني ستيج من الدايجيشن اللي هي ايه؟ الله يفتح عليك، جاستريك دايجيشن. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الباكل دايجيشن. قلنا ايه في الباكل دايجيشن؟ اتكلمنا في الباكل دايجيشن عن التيث، الاستراكشر بتاع التيث جوه الماوث، خدنا التونج بيعمل ايه، عرفنا السليفري جلاندز بتسكريت السلايفا او الامايليز انزيم، السلايفا اللي بتكونتين الامايليز انزيم اللي بيكسر الستارش لمالتوز دايساكرايد. خلي بالك لسه الستارش كده ما اتعملوش فول دايجيشن، انا بس حولته لدايساكرايد، سهلت المهمه شويه. وبعدين اتكلمت عن الفارنكس وعرفت ان هي منقسمه لشقين، حاجه اسمها اسوفجس ودي الماسوره اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، والتراكيه اللي هي الماسوره اللي بتوصلني لللانجز وتركيب الريسبيراتوري سيستم، وده مش اللي عليك النهارده. وبعدين اخدت الاسوفجس، كل ده فين؟ في الباكل دايجيشن. في الاسوفجس عرفت ان هي طولها 25 سنتي، بتعمل سيريس اوف كونتراكشنز اند ريلاكسيشنز اسمها بريستاليسيس. والبريستاليسيس دي ما هي الا ميكانيكال دايجيشن، ولكن الميكانيكال دايجيشن اللي بيحصل في الاسوفجس عشان يتم بشكل مظبوط لازم يكون عندي ميوكس، فالميوكس بيجوت سكريتد من الانترنال لايننج اوف اسوفجس. ويبقى انت كده خلصت الباكل دايجيشن. تعالوا بقى نكمل ونشوف الجاستريك دايجيشن عند بدايه الاستومك بيتكلم عن ايه.